كان له زوجة، وقد تعاهدا إذا مات أحدهما لا يتزوج صاحبه بعده، وقدر الله وتوفيت الزوجة، ويسأل الآن عن ذلك العهد وعن الزواج، جزاكم الله خيرا. هذا عهد لا يجوز، لأن الله أباح الزواج فلا يجوز الحلف على تركه، وهو امتناع مما أحل الله سبحانه وتعالى، بل رغب الله تعالى في الزواج وحث عليه بما فيه من المصالح. وهذا الذي عاهد زوجته فلا يتزوج ثم ماتت واحتاج للزواج، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يتزوج، وحتى لو لم تمت يكفر عن يمينه ويتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفر قلت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا حلف على ترك شيء وفعله أحسن من تركه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، والزواج خير بلا شك ما فيه من المصالح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.